بتاع اختنا الكريمه ام مكه. اهلا وسهلا مرحبا. مساء الخير يا شيخ خالد. عليكم السلام، اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. انت اسمك ام مكه؟ ام مكه. ام مكه. ربنا يكرمك، احنا عاوزين ندلعها ونقولها اسم تاني بقى، لان مكه هي ام القرى. انا والله انا كنت عايزه اقول لحضرتك، يعني هو الاسم ده يعني حرام ان احنا نسميه ولا ايه؟ انا ما الحقيقه هو ما فيش بعد مكه ام، لان هو مكه هي ام القرى. نعم. لتنذر نعم. ام القرى ومن حولها، فاذا نعم. كانت مكه هي ام القرى فاحنا ما نخليش بقى وجود واحده تانية ست كريمه زي حضرتك كده الله تبقى يخليك. ام مكه، ما فيش الله ام مكه. يخليك. فعاوزين الله حضرتك يخليك يا رب. يعني انصح بتغيير الاسم، خاصه ان ممكن تتخانق في الاتوبيس فحد يشتمها، نعم مش نعم كده؟ هيشتم صحيح مكه. صحيح. دي ودي انا بس عندي استفسار بس لحضرتك، كنت هستأذنك. انا والدي متزوجين من اكتر من 30 سنه. نعم تمام. نعم. والدي كان يعني سيء الخلق شويه مع والدتي، يعني اعصابه دايما فايره، ويعني زي اي راجل ممكن يعني ما فيش ما بينهم توافق وكده. فوصل الحل لدلوقتي ان والدتي طالبه الطلاق. تمام. وانا الكبيره طبعا في اخواتي، وده طبعا نشب خلاف كبير حتى ما بيني وما بين اخويا الاصغر مني، واختي الصغيره كمان. يعني انا كنت في بعض الاحيان مسؤوله عنهم، يعني شويه عن اخويا وعن اختي وعن امي في فتره. والدتي طبعا عملنا معاها المستحيل عشان يعني تترضى عن الموضوع، وهي مش راضيه طبعا. اخويا عصى عليها، حصل تفرقه ما بيننا وما بين ما بيني وما بين اخواتي طبعا. حصلت نفسيات طبعا بقى لان الموضوع كبر وكده. والدتي رافضه تماما 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 ان هي ترجع لي او كده. وهو دلوقتي في مكان وهي في مكان. فانا الحقيقه انا بعامل امي معامله يعني ابتغاء مرضات الله فقط لا غير، معامله كويسه وكل حاجه هي على راسي. وابويا كمان نفس الموضوع. طب بس سؤال انا بحن حضرتك ايه يا ام مكه؟ سؤالي ان انا دلوقتي، هل انا لو انا ارغمت امي على ان هي ترجع تاني مع ابويا، هل ده يعني في نوع من الاكراه، او ان انا اسيبها براحتها؟ انا الحقيقه مش عارفه اتصرف ازاي. يعني انت عاوزه ترغمي والدتك انها تعيش مع والدك؟ لان طبعا خلاص يعني احنا كبرنا وما ينفعش الكلام ده دلوقتي. فانا كنت عايزه اسال حضرتك، هل ده يعني في عليا انا يعني ان انا اكون شاذه لو انا عملت حاجه مع والدتي ارغمتها ان هي ترجع تاني او كده او طب الكلام ممكن ده؟ اسالك سؤال يا هانم؟ طبعا اتفضل. يا بنت مكه، هقول لك يا بنت مكه بقى الله بدل ام يخليك. يا مكه. اتفضل اتفضل. ينفع حضرتك تضغطي على امك وتنزعي منها حريتها؟ لا طبعا، بس ده 30 سنة يا شيخ. 30 انا سنة عارف انا عارف انا عارف، لكن دلوقتي هتكرهيها. هي امك عاقلة ومتزنة وفاهمة، طبعا طبعا. يبقى ازاي حضرتك تسلمي منها انسانيتها في الاختيار؟ انسانيتها في الاختيار اهم شيء الاسلام جه عشان يحافظ عليه. حتى لو بعد 30 سنة يا شيخ، ده انا ابغض الحلال عند الله الطلاق. ده لو واحد عاش بيعبد الاصنام 60 سنة 90 نعم سنة نعم فوجئنا بالقرآن يقول لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. نعم. إذا كان في عبادة أصنام وقعد 90 سنة بيعبد أصنام، قال لك ما تضغطش عليه، مش من حقك، لا إكراه في الدين. أيوه. فالحقيقة والدتك ما أقدرش أسلبها الإرادة والحرية. أوكي تمام. ميرسي جدا يا شيخ، كلك ذوق. روح الله يبارك لك. أشكرك. غيري اسم مكة. حاضر حاضر. ربنا يخليك. اتفضل معلش. وسع عليك ربنا يا رب ويبارك فيك. ميرسي جدا يا شيخ. كل اتصال بيتصل بيه السادة المشاهدين بتيجي منه فوائد لا تعد ولا تحصى. كل كلمة بتقولوها، كل حرف بتقولوه، كل لفظ بتقولوه، متابعتكم، إفاداتكم، تعليقاتكم، نقدكم. النقد عندي أهم من المدح. المدح دوت يعني عمره ما هيقدمني ولا يقدم حد ولا يقدم شيخ ولا يقدم أي إصلاح. إحنا عاوزين نقد. أنقد، قول رأيك، عبر عن رأيك، بس من فضلك احترمني واحترمك، لا تجاوز ولا تخطي الحدود الأدب والاحترام. عاوزين نعلم ولادنا الأمانة في رقبتنا، لأنه بيراقبونا دلوقتي، بيراقبونا يشوفوا إحنا بنشتم بعض ولا لا، بنغلط في بعض ولا لا، بنتطاول على بعض ولا لا. خليك مبتسم، واثق من نفسك في اللي بتقوله، اعتمد على الله، أخلص النية لله سبحانه وتعالى، قول الكلام بهدوء وعدم انفعال وبأريحية وببشاشة وببشر. شوف الست الكريمة المحترمة، قلت لها الاسم لازم تغيري اسم بنتك، ما فيش بقى ازاي ومش ازاي. في ناس ناس بتاخد وتدي مع بعض في الكلام الكلام الكلام. واحد بعت لي او واحده بعتالي على الواتساب حديث موضوع، في احاديث انتشرت قوي، زي يقول ايه كل سنه طيبين بشهر جمادى الاخر،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنأ أخاه بهذا الشهر غفر الله له ما تقدم. فالحديث بينتشر عن ده. وحديث تاني انتشر على الواتس قوي كتير قوي، ان النبي بيقول ازاي تقضي الصلاة اللي فاتتك، بتصلي ركعتين وتقول في الركعة الأولانية قل هو الله أحد معرفش 12 مرة، وفي الركعة التانية تقول ايه 600 مرة، حاجات غريبة جدا. مفيش حديث عن قضاء الصلاة بهذه الطريقة أبدا، قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول للست ان الحديث ده مكذوب ولا يجوز، والرسول عليه بيقول من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. الا بقى واتفتحت فيا دريبيب 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 يا شاء الله ما شاء الله زبطتني. ليه؟ عشان بقول الحديث ان الحديث مكذوب. تخيل حضرتك قلت لها كل ده الشتيمه دي كلها والبهدله دي عشان قلت لك الحديث مكذوب. طيب ربنا يهدينا ويهدي الحال.